إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن ربنا وحيرنا كتل مامنا قفك لحالك أي تلتارنك وحيكو سابسا إيه قفك مركو لانتهتي قفو إيما ذو يرى هذا العقبان كلها حولان كلها سامان كلها سيلا يلهي مرك أولا ما حكوا بالعوانة هنا أو الوصية قبل الموت قفوا ترتارا كيسا إنو خرطه قبل الموت إنتو سلما مرك قفوا حي يهي أو يذتيلا الدنيا كقبه أو شغيسان هيا وحالا قرحوا إنو سيو خرطه ترتارا كيسا أو أكتيسا أولكته وهاتي أولي انتبره قويسكي يقرابة دي أي فيرين كران حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحجري ما حق امرئ مسلم قف مسلم حق ملها له أسوأ أسقناتي شيء يوصي به حوله عن وحد ترتارنا أو كتر تار أسقناتي حق ما لها يبيت ليلتين إنه حتى لبها بين أوبريو أو سين أولاده إلا ووصيته مكتوبة عنده إلا يترتار كيسو أي قمت قرن أي تهي أو هايسته أو هلوته لفيرنا هاي مركو لنته وحاوي مركو حديثك عنه الشيغة هاي قف إنه كتك تغو إن مارت أوقره قف كي مارت لقي لها لعقو حلو اللي هاي لعقو حلو اللي هاي dadku wuxuu tartaar mahayo waxa soo dhan maartay inuu ka hadlo ayaa la raba laakiin kama wax hadli karo dhalkii dhalkii ilaah baa jideey ilaah baa qoray waxa uu beddeli karo rasuul ma wadi karo wiilkan aan dhalayna waa caasi waxa uu siin mahayo wiilkan aan dhalayna waa maartay xooli asan u dhiibay ama intu la waxa siyaash u yiraahdo xaaskan maartay jacel oo xoolaha iga dhaxleysa marka dhalkii soo kelmahay arintaasi لكن ما حبيت ترتارك كود أهان ما ترتارك قريب حاجة تلا يرادو الوسيلة الجائرة ترتارك ظلمي كأ أما ستمبي كأ بخاري حسوري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه سعد بن أبي وقاص أيا وحير عادني وحا إصاب وغضي النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سلتي نبي صلى الله عليه وسلم حجي أنا ما كمارت جوجنا حجك أيام تردي نبي صلى الله عليه وسلم حجك أسك بعد روحنا لا سقاشن ستح سقاشن مالموت أيونا لا أوقتي قدام بيمرك من يقوى سوا حجي حجة الوداع ما كأيال جوجا في نبقى إصابة غضي من مرض عذر أوجيز أفشيت عن أبم بحي منه إلى الموت أي عن السكرات بحي كارسية جردي mid aan dhimanahay oo aan yakiin saday buu yiri fuqultu xariya rasuulallahi balaga bi waxay soo gaaray min alwajci dhibaato ma tara wax u jeedid oo ni socda ayaan ahay wa ana duu maalin xoolo ayaan leeyahay walaa yarithunii dhaxli mahayo oo dhaxalkayga ma laha ilaa ibnatun kabar aan dhalay liya ii sugnaatay oo waaxidatun keligeed ah hal gabar aan dhalay keliya ayaa adduyo ka joogta waxay dhaxlahay حالا بدنا والله أفا تصدقوا ما صدقائست بثلثي مالي حالها كس تحت لول لبا ما صدقائست يعني بقولك اللحن اللح ما صدقائست وست حصتهم كونه كفر أنت قال لا لو كدي ذا مرك قالوا حير سعد أفا تصدقوا بشدره حالها نص ما صدقائست قالوا حير نبي صلى الله عليه وسلم الثلث هذا صدقائست ليست ثلث سنة قيسة والثلث ثلث كنا كثير وعميد بذن ثلث كها وعميد بذن إنك أذق أنت ذرى إن أتكتكتت ذريتك أبطك أغنياء أيك هذن أيا خير كخير بذن من أنت ذرى من أتكتكتت عالة أيك فقراء وهم حوهيسا يتكففون الناس تكس عبد أهور سنهاية
مرق وحن أركينا نبي صلى الله عليه وسلم سعد إنه كل ترتارمي ثلث إنه حوليس أوليفه ستحنق مال حتى نقول يري ثلث قوة بدنيا هاي وح كير صدقاي صادق الله بح أنا قوها عادن نا هاي أنا أركي جرني أبو ياشين يا أبو ياشين مرك اللي ما نهيان أنت أسهب الحال السيو أنت مساج حال يقول لسه أنت سالي يقول سيارته هدي أوقات تكتي أمتي ما تمسكول كأهيد إلا هاد بيا قان بقولي وخال التاس حالها أتبع ذي أعد هاي ستيد وح حق كله وح ويدري هذا أبد كذا حق كله مرك إن هاد مارت أت حالي أكون تكريف شين مرك أت ناشو أت أوت الليل هاد عفمات قبلين أت بخيشت حاليه مرك لما نسينا أت مارت أت كلف نسيت حاليه أت كنت تكريف شين أرين تاس أرين سحب معها علماء سأفهمين حديث كان وحاجرة نن تابعي إلى أبو عبد الرحمن السلمي نقص القرآن كحكبر عثمان بن عفان علي بن أبي طالب أبي بن كعب زيد بن ثابت أي قرآن كحكبر نقص مساج كحفلين جرى كوفة أفرت سنة قرآن ودقهاي مرق أبو عبد الرحمن السلمي وحيري ونحن أناكو نستحب وحن تعلناهاي أن ينقص من الثلثي قفكو حسنة قيسنا هاي إنو كيرا يثلث أن تعلناهاي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أويري والثلث كثير وابدنيا مرق المجلس نبقو الرائعية والثلث كثير أويري مرق أوكلا ساعة ثلث كي أويري والثلث كثير كلمات كثير كأه وحن تسنى إيسا إن ثلث كبحي كيرا أولاك سيهم بوير ساسا جعلنا نسائي واحد كسوة أرورتي عن عمرو بن خارجة قال وحيد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقطه فقال وحيد إن الله إلهي قد أعطى واسيه كل ذي حق حقه قف كستا أو حلقا حق له إلهي أعرف أنت حق كله أنت قادنا إلهي وعدته وصدح آيات القرآن سورة النساء كجلتي يا إلهي كعدتي يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصورة عيسى نقول صلى الله عليه وسلم ولا وصية لوارث قف كل حلها يا مارتي وحواء وما قايمين كرتين أو ما أسين كرتين وحكسي كسي يا ذا لحال كيسي وما ليه كرتين حول ما يجعلها يا حوغا حلو قوتر وحاليه أو نص على السية أم روح حلو قوتر ما ليه كرتين مارك مارك ولا وصية ترتارن زيادة لا ترتارن مهي لوارث مد حلق وحكوله المعاملات ثالثا قيبت استحاد المعاملات وحبي أذقي أمتي معاملة إذن لحب رئيسي قال تعالى يا حيير حواليه مرك لك الإبسانة هايو تجارة دي لك البلامة هايو وأشهدوا مرك لي إذا تبايعتم وحافي عن مرك وهاتي ما أهارين تاني وحافي عن يا مرك مرك ليسين وفا حولك قادنا هايو وفا حول السيو نيسا وفا دين كا قادنا هيا دين تان لغا قادنا هيا وحوليه أبد كا بريهتا لمد عيكا اسكالي مرق إن مارد قفكا بحقل قرى الدين بالغبا أما سي مرق آد قليسيد وحدي حوليه مارد قفكا اسلي لها سوو علم هيا أما والد سانا هيا أما هرد والوغو إنكرا هيا بحر بحقرا أما مرق جوغا أيال غبا وكا مرقعا سنة الكبرى للبيهق وحكوسه وريي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي ثلاثة ستحقف يدعون الله إله ببريان فلا يستجاب لهم لكما أقبل تعذوذ ستحن صوت رينينا مرك وحاوهر رجل النن كان تحته هوستي سيئهاتي أوقبه امرأة هويني سيئة الخلق أخلاقهم هوين أخلاقهم ننقبه أو هيا فلم يطلقها عن فرن ننقص تعاليس الأقبال مهي ننقص تعاليس الأقبال مهي ورجل نن كان له وكل يهي على رجل ننك لا يتمال ننبع ننحال كله فلم يشهد عليه ما أسمارت مركلين أو مركو مصوب
ورجل نين أتى سيي سفيها ماله نين تقن أه أما والن أما حوله كو عيارة أي حولي سلسي حوله كو كسينة سين بحرين أغادد قف كان قيمة أولي هاي مد قيلة هاي أما خمر عبا هاي أما حولي كو خمارة هاي أما نلا لا آذ هاي أما إسكو كفت هذا هاي تكتي مارتي مالا مناسبة هاي كبحنا هاي حوله أما سعن عقل يوسف سنتام هاي حول لوني يوم هاي كاس لا يحيل ولا تتسفها أموالكم رابعا تنعفرات البينة عدين بالخوة وفقف حكو الشيغان هاي عدين بالخوة مركا لماذا يقف قفنا ومدعي وحبو الشيغان هاي قفنا وحبي مدعي عليه وحبه لغو الشيغان هاي وهذين اللي نتوكو إيما ذو كيلا هذا بقول كنا كولا هاي محاد سفبنا يسمرك هيا آبا لنتي نبا يمال جيري بقولكم باكولها مالسيين هيا ملود ديدا هيا حقا وحل لمر هيا سحي مسلم حقسوا أرورتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيري لو يعدى الناس تدك هدير للسيو بتعواهم حق الشيغان هيا قفل وحشة وتهدير لسك السيو محادعا هيا ليتعا وحا شيغان لها ناس تبا وحا شيغان هيا دماء رجال رك نيكود وأمالهم يحولوه حيب القفو يقدي لي دياء ينكرب عيو كليه خيب الحوله يقعيو نعي دياء حوله ينكرب عيو كليه مرق هاتي قفل وحا وشيغ تلاس كسية تبا وحا شيغان هيا أمتك لدي نيكود يحولوه شيغان هيا ولكن محال الخبا اليمين دار ودارته على المدعي عليه كان لغوسو اوغا هايو تنبيغا ولا لاي وحبو دعي اما حولو هاي ستيل لاي هاي وحنقول لاي هاي وحالا غير نوكا نار تاخين تاس تاس واتيكو بات حديث كلا نوسي بيانين هاي اخين تاس صحيح الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير في خطبته حجد وداعي البينة عدين بالا قربة على المدعي كان حولها الشيغان هيا كان حولها الشيغان هيا وحالا قربة إن وبينة لي ماذا لدارين ما هيا هدين انتوقه وربين حول دعوه ودي ما يرأي هبل بان انت اسكولها أنو لا أربو كان أرنا هاي لأوان توقع لأمين ما هاي وحال أمر خوف وحش شاقان هاي هاي بينا أيا لغا رو كوريا قاعد عدو قاعد لسنتي وقاعد كجرت وقاعد كنو والايد نبا كوي مانا هاي أنا كوريا إسكالي وانا أسوى قصير وحال لعصو ما حتى الأرض حول ما أحنا وقاعد أرنا هاي بركة الأرض ليه ما يأساقي وحال ليه هاي البينة عدين كان بال ليه مركة البينة عدين توحي أهاتي على المدعي كان محشيغان هاي واليمين داربا تشيسا أحاتي على المدعي عليه كان تشيسا وحلو شيغان هاي هل كاسا لك المرة هاي مرك هذي قف ننته ويبقف ما درا حولان كلها بينا ايا لك هر يقول ايه وايش جعلين وصحيبا اهين وحما انا كل قرانا وايس آمن لقي يلم هاي تاس تاس هاي لقي يلم هاي وانو لي ماذا أم وح قرال أه أم إنه لي ماذا مرك ماشي تجوع مرك لوك لي بهاي هتي كلاته لقي يال مهاي قفل وح شابته حاله إلا سكسيه لقي يال مهاي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله فيكم